أول حاجة الله يحييكم. التقرير عن البل يعجز التعبير عنه. البل متعة من لا متعة عنده. اللي ما عنده في المدينة عنده استراحات وعنده اجتماعات بيطلع للبل. في البل كل ما مشيت معها كل ما تنسى وكل هي متعة. في عصرنا الحديث هذا فالبل تختلف، أول حاجة فيها تجارة، ثاني حاجة فيها مكسب، ثاني حاجة فيها ونسة، ثاني حاجة فيها جميع رجال الأعمال اللي يبونك هالحين صارت هي المستقبل. أما سابقا كانت البل تنقل أمتعتهم، كانت منايح لهم، كانت عيالها ذبايح، ولا يبيعوا لهم حاشن يقضون لزومهم، زاد البيتهم حلالهم ورعانهم. أما هالحين نحمد الله ونشكره عقب الدعم الدولة الرشيدة الله يطول أعمار ولاة أمرنا، فالبل زي ما سمعتوا الغلاء مستمر والهوايات مستمرة والمحبة واردة. أنتوا جيتوني اليوم وإن يا هلا البل بعض الأحيان نشوف إن المبرك الزين والنظيف ونجي فيه، جيتوني في هالجفرة والله يحييكم. الحمد لله والشكر لله، من أول آبانا وأجدادنا في ظروف صعبة عاشوا حياتهم، والبل فتوحات الإسلام عليها وفتح الرياض عليه، جعل عبد العزيز في جنات النعيم وصحبه الكرام. فالآن البل طال عمرك صارت هي ثروة، صارت تجارة، شفنا طبقة ما كنا نتصورها، شفنا نخبة الحلال مستقبليا، زادت محبتنا وتغيرت وجهات نظرنا من فحولنا القديمة إلى الفحول الجديدة. فيه نقلة للإبل بعد المفاريد وبعد القعدان اللي شفناها أمس، أقسم بآيات الله أني أنا ما تصورت أن هالنقلة إن شاء الله المستقبلية اللي تبي تحدث للبل عقب ما شفت إنتاج المفاريد وعقب إنتاج القعدان. البل طال عمرك تعرف صوت الراعي، البل تعرف طال عمرك حتى ريح راعيها اللي دايم معها. والله يوم تغير الرحوم ولا يتغير الراعي إن البل تشوف فيها الغيرة. البل ترى فيها عقول بس إنها ما تنطق. المواريد ينقلون أبانا وأجدادنا لغدوا في الليل هم واردين على البل، ضيعوا ودربوا هنا ولا هنا، خلوا السنة عند البل وردتهم المياه. لا والله أنا أحب البل، فيها أبيات اللي قديمة. الأمير سلطان بن محمد أطال الله في عمره وأول من شجعني هو أعطاني لي قعود وإنتاج دلبل نصها عليه وبعته، زد هرش كبير بمليون وخمسمية، وبعت بنته على علوش بن ضيدان بن هويدي بناته ثنتين واحدها بمليونين وواحدها مليون، والحمد لله والشكر لله. أقول أحب نلبل وأحب اللي شقى فيها حيث أنها سلعة فطين مشهورة، ألقى الطرب ولا ناسه كل ما جيها وانسى جميع الشغل والخلق وشروره، وضحن تنومس نهار الجمع راعيها، لا صف سلطان بن شقران جمهوره. والله إلى آخرها، هذا الكلام ده قبل 30 سنة، الله يطول أعمار الجميع. الشيء اللي يعجبني طال عمرك الألفة بين الإبل والنواميس في المجتمعات وطبع الإبل، ولا منا شدينا ولا دخلنا لنا على باعر واختلطت البل، نكخ الراعي الرحول طال عمرك وصاحلها، ما نربح نعزلها ولقنا هيها، عرفتم بعضها جتك على رحولها وجتك مع بعضها. هذا شيء من خصوصيات البل اللي يحب الراعي فيها المالك. نعم البل طال عمرك توصل أعمارها إلى 30 أو 32، ووصلت معنا إلى 25-27 في الوقت الحاضر، ولكن الحين إنه نوجع البل بشحم وسمنة وعدم مماشي وعدم مواريد، ولكن البل كل ما خفت ورعت من نبت رب العالمين فهذا يزود في طول عمرها. أما الأعلاف هذه فهذه سمنة، وبعدين من أول بعض البل اللي يحبها يخليها حايل سنة سنتين ثلاثة، يسمونها يقول متعدوية، بالعاني علشان ما تلد يطول في عمرها وتزين صحتها. أما أغلب البادية هالحين يضربها ويكسبها يبي منها حوار مثل ما تسمع. لا تقول علاقتي مع البل بشكل عام مستمر، والله ما نروح هالحين إلا قاضين للنزوم، نعود ناصل في يومنا ونعود
محبة حب محبة. وأنا أتمنى من رجال الأعمال ومن الرجال اللي ما جربوا الشيء ذا إنهم يأخذون عندها أسبوع أسبوعين ثلاثة ويطاولونها عشان يشوفون كيف نشوة الحب وكيف الواحد يرتاح مخه وفكره.